في الأول أشكر الحضور الكريم وأشكر الذين ساهموا في تنجيح هذا المشروع اللي ما كاينينش هنا، مصالح خارجية، إدارة عمومية، الأشخاص سيصلهم الشكر إن شاء الله، لأن الإخوة الصحفيين سيقومون بالمهمة عنا كفا. أولا ما غاديش نتكلم بزاف على المشروع ديالنا، لان هناك خطط، لانه المشروع عنده خطه تجاريه سريه، لان لي كونكورون كاينين هنايا فوالا في حكم بيزنس از بيزنس. ولكن اولا ساقول واو، وير هير، وي ميد ات، فعلناها. سي ان بروجي بيلوت بالنسبه للجميع، بالنسبة أولا للساهرين على تنفيذ المشروع من جانبين السلطات وكذلك حاملي المشاريع، لأنه هناك سبق أول مرة أن بروجي كيخرج بحال هكا وكتكون المدينة بمكوناتها، المدينة بمكوناتها كدير سياسة استثمارية محلية. إذا ها الربح الكبير اللي خلقناه أول مرة. إذا كان الحديث عن الجهوية، هنا سنتحدث عن المحلية. أول مرة هيئة مجلس جماعة كيخرج بسياسة استثمارية واضحة، ومرينا من 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 سياسة من من سياسة المعالجة الآنية إلى الاستباقية. فلو سي باش كنحطوا أن كنجيبوا مشاريع، هناك سياسة غانيون غانيون فيما يخص الضرائب. 7 ديال الشركات راه تكون تحول الضرائب، 7 ديال الشركات كتوظف، يعني حنا ان شاء الله بينا ثلاثه ولكن كشركاء في المشروع، ولكن ليكيب دو ترافاي ضروري خاصها بلس 5. هاد بلس 5 عاد غادي يكون لي سو تريتون، ولكن المهم كذلك هو الشفافيه اللي غادي تتم، اللي سيتم جلبها الى طريقه اشتغال، طريقه عمل، لان احنا نتمنى ان شاء الله باش نكونوا دي مونتور اللي كيحط اللي كيديروا لي نورم ديال لي ميتي. قطاع الخبز قطاع موجود، احنا ماشي عاد خلقناه، ولكن ما نامل له. اذا كان هناك استثناء مغربي فكنامل ان نوصلوا للاستثناء التالي ان شاء الله. لا نورماليزاسيون ديال كيفاش كتدار الاشياء، وهذا ان شاء الله يجب التفكير فيه، لان الهيئه الاخوه حاملي المشاريع هناك جمعيه تمثلهم والشركاء الاخرين نفكر